أمامية، استلام للكرة، هذه خطيرة، هذه تصويبة، نعم الهدف يسجل الآن، الهدف يسجل لمصلحة المنتخب السوري بتسديدة عن طريق اللاعب عبد الرحمن ديناوي، يأتي ويسجل الهدف في هذا التوقيت، يأتي ويسجل الهدف في هذا التوقيت بتصويبة بالقدم اليسرى بصورة ممتازة، وبالتالي يتقدم الآن لمصلحة المنتخب السوري. إذن الهدف يأتي في هذا التوقيت، الهدف يأتي الآن في هذا التوقيت بعد التصويبة من جانب اللاعب عبد الرحمن ديناوي، لعبها بصورة ممتازة. نعم لاحظ هنا الاستلام بالقدم اليمنى والتسديدة كانت بالقدم اليسرى، وأيضا في القائم، وبعد ذلك ارتدت وذهبت في الشباك، ذهبت في الشباك، وبالتالي المنتخب السوري الآن يتقدم ويسجل الهدف الأول، يتقدم ويسجل الهدف الأول.